ليه تليفونك كان مقفول امبارح؟ انت هون؟ ليه ما حكيتني؟ السؤال مرة تانية، ليه تليفونك كان مقفول امبارح؟ كنت تعبانة شوي وما اجلد احكي مع حدا، وانا بس كنت تعبانة بقفل تليفوني. شكلي نسيت ارجع دوره. تعبانة. ألف سلامة. ايه اخبار الاعلان بتاع المشروع السياحي؟ عم بشتغل عليه. عم بشتغل عليه. مبدئيا مش عايز اسمع الجملة دي تاني خالص. انا عايز ارقام، ورق، افكار، حاجة ملموسة. بعد ما في شيء مهم. بعد ما في شيء مهم. المفروض بقى ان العميل يعمل ايه يعني؟ يستنى علينا لحد ما حضرتك تفوقي من الصدمات العاطفية اللي بتمر بيها اليومين دول، وكمان تقف على رجليكي. جو أنا ماني منيحة. أنا قاطعة بظروف كتير صعبة هدول اليومين، بس كون بهيك وضع ما فيني أشتغل. أوكي. اسمعيني كويس يا قمر. اللي قاعد قدامك ده عرف في حياته نسوان أكتر ما عرف رجالة. حافظهم، دارسهم بالسنتي، عارف بيفكروا ازاي، عارف بيتنفسوا ازاي، كلهم شبه بعض. الغرايز اللي جواهم على الهرمونات بتسيطر عليهم فبيتصرفوا زي بعض. بس لما قابلتك حسيتك مختلفة، عشان كده حبيت ان احنا يكون في بينا شغل. لكن على الوضع اللي انا شايفه ده تبقيتي زيهم ويمكن اقل منهم. صدقني انه انا يلي عم بقطع فيه بيد جبال. انا تعبانه. قمر، لو عايز تنجحي وتبقي فوق الكل، ارمي كل حاجه من ورا ظهرك، شيلي الناس دي كلها من قدام عينيكي عشان تعرفي تنجحي. حتى لو عايزه تنتقم من جهاد، انسي، خلاص ارمي من ورا ظهرك. صدقيني لو ما عملتيش كده في حياتك ما هتعرفي تاخدي خطوه واحده لقدام. بس انا مش حطيته لجهاد قدامي، هو يلي ما عم يتركني. طيب خليني احكي لك حكايه كده يمكن تنفعك. امبارح ياسمين سابت البيت ومشيت وخدت صوتها معاها. هي متخيله ان هي لما تمشي وتاخد صوتها انا هفشل وهموت من الجوع. مش عارفة إن صوتها من غيري ما يسواش حاجة. أي حد مكاني المفروض يعمل إيه؟ يحط إيده على خده ويقعد يفكر ويعصر في دماغه إزاي ينتقم منها وإزاي يقضي عليها. بس اللي يعمل كده يبقى راجل أهبل، وأنا مش أهبل. أنا مفيش حاجة في دماغي غير إني أنجح وبس. ولما هنجح هوصل للقمة. ولما أبقى في القمة بالتالي هي هتبقى تحت، لأن القمة ما بتسعش غير واحد بس. لمر، أنا عايزك تبقى قوية، ما تفكريش غير في شغلك ومستقبلك وبس. بكرة الصبح الساعة 10 بالدقيقة تكون على مكتبي دراسة كاملة للمشروع. لمر، أنا ما عنديش رحمة في الشغل. حاضر. كويس. في ايه؟ بص لي كده ليه؟ عن جد مدام ياسمين تركت الفيلا؟ انت في حاجة حصلت في دماغك؟ يا ابني مستحيل حد يدخل ولا يخرج من الفيلا غير بأمر مني. بفهم من حكيك انه انت يعني شو حطه. ممكن تسيبنا من ياسمين وخلينا في المشروع الجديد ينهار. قولي المعلومات اللي عندك. للأسف البنت معلوماتها غريبة كتير. يعني ايه غريبة؟ يعني ما حدا بيعرف أي شيء عن حياتها السابقة. كل الجيران وأصحاب المحلات عم بيأكدوا انه انتقلت لهونيك عن جديد. يعني احنا سألنا في المكان الغلط. ليش انت شاكك بشي محل تاني؟ مش عارف.
هشوفه هقول لك. روح انت دلوقتي. حاضر. نار نار نار. صباح الخير على احلى نجمه في الوطن العربي. صاحيه ولا صحيتك؟ قوليلي شربتي قهوتك؟ طب ما تيجي تشربي معايا هنا القهوه، انا لسه جاي لي بن من البرازيل محوك. اه خلاص مفيش مشكله، نتلاقى بالليل. خلاص انا مستني تليفونك. طيب ماشي، انا هكلمك بعدين. باي. شو صار معك؟ خلص مش الحل، طغت الصفحه نهائيا. يعني ما بقى حدا يقدر يفوت على الصفحه؟ لا لا ابدا. طب بس اذا اهلي سالوني شو بدي اقول لهم؟ قولي لهم فات عليها هاكرز او شيء. بتعرفي اذا بدك فيك تعملي صفحه ثانيه بس باسم وهمي وما تحط عليها صور، خبري اهلك عنا انه هيدي انت وهيك بصيروا يطمنوا عنك. اوكي طيب انا هكلم مدام ستيفاني. سربرايز. اهلا يا روحي، الحمد لله على سلامتك. ازيك؟ عامله ايه وحشتيني؟ تفضلي تفضلي، وانا وحشتيني كثير قوي. شربل ازيك؟ اهلا اهلا وسهلا. بتعرفي كنت بدي اروح لعندك امبارح بس قال لي شربل انك كنت كثير تعبانه. اه ما انت عارفه بقى السفر والمشاوير والحاجات دي. حبيبتي وهلا ان شاء الله ارتحتي؟ اه الحمد لله. طمنيني كيف كرومه؟ كرم دلوقتي في المدرسه. حبيبي صحيح نسيت اسالك شو بتشربي؟ رينا اعملي لنا اثنين نسكافيه. اوعي تطلعي من جوا قبل ما تروح ميرفت. لك نورتينا. مايا ممكن نتكلم مع بعض شوي؟ يا خبر، هو احنا لسه حنتكلم؟ شو حسام؟ ما خلصنا؟ مايا في شيء نحكيك بموضوع غير وبعدك انه ما حنضايقك. لا اذا غير لا تفضلوا. تفضلي. كل مرة كده؟ إلا صحيح الخبر اللي أنا قريته ده؟ أي خبر؟ إنك هتعملي فيلم جديد مع فرح؟ آه إيه في هيك شيء. هتاخدي منها الفيلم فعلا؟ ما بعرف لسه ما اتفقنا على شيء. ستيفاني ما تعملهمش عليا. حبيبتي ده شغلك، اعملي اللي انت عايزاه، انا ماليش ان انا اتدخل فيه. انا بس بدردش معاكي. المهم قولي لي عجبك البيت؟ اذا ناقصه شيء قولي لي بقول له لشربي، لا تخجلي. لا عجبني.